ورغم بقائنا في أسوار المستشفى تم استهداف أكثر من كادر طبي آخرهم ست تبلغ من العمر 46 عام تعمل كممرضة. امبارح تم قنصها وهي في الممر ما بين المستشفيين، قنص مباشر في الرأس تم استشهادها، وحتى الآن لم نقم بدفنها وسنقوم بدفنها إن شاء الله بعد صلاة الظهر. إذا كانت العاملة نازلة من الغرفة هذه، ما بعرفش القناص اللي صبت من وين، وصلت لحد هان صار القناص يضرب، وشايف زي ما أنت شايف واحد اثنين ثلاثة، يعني كل الجسر هذا ضرب، ورجعت هان وهذه آخر إشي اللي فجروا فيها الجسر اليوم. في مستشفى العودة ما يقارب 35 إلى 40 مريض منهم 10 أطفال. تم بتر عدد من الحالات وذلك ليس لضرورة البتر ولكن لوجود التهاب شديد ونقص في الأدوات ونقص في الأدوية مما أدى إلى بتر الساق لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وأخرى 8 سنوات. وكذلك هناك شخصان بالغان، ذكر يبلغ من العمر 38 عام وأنثى تبلغ من العمر 24 عام، تم بتر الساق الطرف السفلي ما فوق الركبة. الوضع كارثي بشكل كبير ونقص تام في الكوادر البشرية والكوادر المادية، وكما أسلفنا سابقا أن هناك حصار شديد حتى على الطواقم الطبية ونقص في الغذاء للطواقم الطبية وللمرضى كذلك. بعد فترة كبيرة من الحصار ما يقارب 17 يوما قدم جنود الاحتلال إلى مقدمة المستشفى هنا وطالبوا مدير المستشفى بالنزول، وبعد التحقيق معه لمدة ما يقارب 3 ساعات طلبوا في اليوم التالي خروج جميع الذكور من المستشفى وهم ما يقارب 81 فرد من بين 16 عام إلى حوالي 65 عام. تم تعرية جميع الذكور بالكامل فقط بالملابس الداخلية، فقط بالبوكسر، حتى الملابس الداخلية العليا قاموا بنزعها، وتم ربط جميع الكوادر الطبية أيديهم خلف ظهورهم بواسطة أربطة بلاستيكية، وتم التحقيق معهم جميعا لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة. وكان بصراحة التعامل كان قاسي جدا، وكان هناك خشونة في التعامل وخوف شديد، وبعد أن أكملوا التحقيقات مع جميع الكادر الطبية أخبرونا بأنهم سيقوموا بتفتيش المستشفى، ولكنهم لم يحضروا إلى المستشفى وتفتيشها، أبقوا النساء والأطفال داخل المستشفى، وبعد ذلك قاموا بأخذ 12 فرد من المستشفى، منهم 6 من الطواقم الطبية و6 من النازحين، وهناك 2 من النازحين كانوا مصابين ولديهم بتر فوق الركبة، مريض من دار رضوان كان بتر فوق الركبة أخذوه معهم. وعلى رأس هذه القائمة الدكتور أبو اسماعيل اللي هو أحمد مهنا مدير مستشفى العودة، وكذلك الدكتور عدنان البرش أخصائي جراحة العظام. الإضافة أنه إحنا طالبنا بشكل كبير من مؤسسة طباب الحدود والصليب الأحمر التدخل منذ فترة كبيرة حتى نقوم بإجلاء المرضى أو إجلاء الطاقم الطبي أو توفير المواد الغذائية، ولكن كانوا يخبرونا على الدوام أنها منطقة حمراء وأنهم لا يستطيعون ذلك، وحتى أننا طلبنا من الجيش بعد التحقيق أن يمدون بالمواد الغذائية أو المواد العلاجية للمحافظة على سلامة المرضى، وكذلك رفض ذلك وأمرنا بأن نقوم بالبقاء في أسوار المستشفى.